بالنسبه لرمضان كاين شويه الثمن مناسب وكاين شويه ديال اللي قبل، ولكن ماشي بحال الايامات العاديه. كاين واحد شويه ديال الثمن، ماشي شي ثمن مترافع، ولكن كاين ثمن مناسب. يعني كاين واحد شويه ديال الثمن، كاين بلادهم تبارك الله كاين شويه ديالو، ولكن ماشي بحال الايامات العاديه. شويه كاين شويه هكا وشويه هكا. كاين بنادم الله يكون في العوان كيجي ثمن مع شي ديال الماده الغذائيه غالي، وداك الشيء كيجي كيكون الثمن كيجي ثمن مرتفع شويه، ولكن بنادم كيسلك شويه. كنديروا هك وهك اللي كنمشيو على حساب، كنعاونوا شويه معنا ومعاون شويه مع الناس، وغادي الامور غادي مسلكه. ونطلب الله عليه يحاشم الله يصوب الجميع. المهم كاين اللي كيسول على لاباس ديال تركيا، كتكون الثمن مترافع شويه، والثمن بالنسبه ديال البلاد ديال حنا كنمشيو مع المنتوج ديال البلاد. بالنسبه للمنتوج ديال البلاد مزيان لينا حنا، حيت بنادم كتمشي على حساب المستوى ديال بنادم، يعني كل واحد والمستوى ديالو. كاين اللي كيبغي ثمن ذا، كاين اللي كيمشي على حساب بنادم. راك عرفتي الله يكون في العوان، يعني المعيشه، وبنادم عنده كاين اللي عنده ثلاثه دريريات اربعه دريريات، راه بنادم غادي على حساب الوقت. هادشي اللي كاين دابا. ورمضان راك عرفتي رمضان، كل رمضان غادي بالبركه، بنادم غادي بالبركه، هادشي اللي كاين. السلام عليكم، انا تاجر في انزكان عند بوفير المحل. المهم الاجواء في رمضان اجواء زوينه، وكاين الاثمنه زوينين حتى هما ورخاص، وعلى حساب الكاليتي وعلى حساب الجوده تاع السلعه وعلى حساب الاثمنه، واي واحد يقدر يتقدى. ومع ذلك كاين استقبال كبير في نزكان، وكاين المعامله وكاين الخير. الملابس خارج البلاد تاع تركيا وتاع الصين كيكونوا ملابس زوينين باثمنه جد مناسبه، وكاين عاوتاني تاع السوقيه المغازان كيكونوا باثمنه عاديه. على حساب الدرويش الا بغيت تقدا شي حاجه مليحه غادي دي كاليتي، اما راه صبن ولوح راه كاين باثمن عاديه. كاين داك الاقبال للسوق عامر كيكون عامر، ولكن ديك الامبيونس ما كايناش تاع رمضان، ديك الاجواء اللي زوينه. ولكن السحام راه كاين، ولكن الدرويش ما كيتقداش. لا ما كاينش الغنى، الاثمنه جد مناسبه على حساب هو وجهده. با يتقدى لاي واحد، با يتقدى الثمن مناسب، كاين الثمن مناسب، اي حاجه با يتقدى يتقداها. دابا بحال السلعه على حساب الكاليتي، عاوتاني الا با يتقدى على حساب وجهدو، على حساب وجيبو، كاين كل شيء الخير الا با يتقدى لولادو ما عندوش مشكل. السلام عليكم، اليوم كنتواجدوا في سوق انزكان الجمله. كان الناس كتقضي حوايجها اللي خاصها، الدراري الصغار الكبار، كل واحد الاثمنه ديالو، ماشي مشكل. كاينه الجوده وكاينه بيش شويه، هي ناقصين شويه. المهم على حساب الثمن ديالك راه كاينه الجوده. ونزكه راه معروفه على صعيد المغرب كامل، فيما بغيتي حويجات راه كيجي الناس كيتقداو حويجات ديالهم حسب الاثمنه ديالهم، حويجات زوينين. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.